كبة طنجرة على فمها تطلع البنية لأمها. ما في غطا كثير. إذا ما فيش خلص سيبها. ما في. حبيبي منجيب قلاية صغيرة؟ إيش أحط فيها؟ حط فيها شوية زيت زيتون، لأنه هلأ بدنا نشوح الروبيان فيه، أوكي؟ أنا ماني عارف هذاك الزيت إيش شكله، بس أنا هذا متأكد إنه هو زيت زيتون. هلأ الروبيان حطه فوق الزيت. أنا خاف يروح ينحرق. ما بنحرق حبيبي، أنت خليك متابع عليه ما بينحرق. ضلنا 10 دقايق، قوي في الجاز على البايلة. الزيت حميم تاع الكرافيت. ليه ما تحطش أرجع لي للسلطة، فيها طماطم وخس وصل. فقوس ليه؟ وفقوس به، حاول تخليها مزيانة حبوبي. عفوا؟ لا تقطع لي السلطة في نفس المكان اللي قطعت فيه السيفود بنفس السكينة. جيب طنجرة صغيرة. طيب هادي أوكي. أيوة حط فيها شوية ماي. بدنا نسلق هلأ شو؟ نسلق البازيلا. البازيلا، برافو عليك. نحب It's okay, it's okay, no problem. روبيان بدنا اياه يكون لونه أشقر. زي شعري يعني؟ تماماً. زي شعري. شفتي أوكي أوكي. ما عرفتك وانت جاي من بريطانيا. وأنا الملكة إليزابيث. للأمانة كل واحد فاز معانا في الحلقة الثانية بيرجع من البيت خطواته في المطبخ تكون أكثر مدروسة. يعني هذا اللي قاعدين بنشوفه الآن عبد الوهاب، والعكس نشوفه مع رمزي وصابرين. تخلط فما ريحة بنينة طالعة. يس يس. هز كعبة. أسمع ما حطيتش ملح. مخي ما هو محطوطين مع البهارات. البهارات الكل ما حاطين. لا هو الملح. شفت كيف هيش تضيق عرفتني ما عنديش ملح. هز لي كعبة روز. هز لي كعبة روز. بيدك. لا 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 ما ترجعش ال ذاك ورجع رجعها. ما زال يبس شوية صابرين. ما زال يبس بيك تزيد له الماء. معاش بكري يا رمزي راهو. يز 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 يز. يلا يا عبود. إيش رأيك كده يعني نفتح شوية من الصريخ حقك؟ ليه حبيبي ليه؟ يعني دوشتيني شوية ها؟ يلا لا. بسم الله ها. 1 2 3 ها. كده الواحد يعرف يسوي سلطة بمزاجه. إخس عليك. ويروق. إخس عليك زعلتنا يا عبود. يا ريت كل الزوجات زعلهم زي زعلك يا نسرين. حط البازيلا يا عبود.